السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نوريكم الطريقة ديال كيفاش كتولد النتوة. كانت حاملة ودرتها في هذيك الطاسة ديالها باش ولدات. هذه راه حاملة، ولكن هذيك اللي درتها انا بحال هذا الشكل. بسم الله، ها هي فين درتها، هنايا راه ولدات. هاكا حماية للصغار ديالها باش ما ياكلوهمش الاخرين. دابا انا غنحاول نحيدها من هنايا ونوريكم الوليدات فين كاينين. بسم الله، كنشدها بهاد الشبكة هادي. ولي كنشدها دابا كنحطها مع خوتها، كنتلاقاها هنايا مع خوتها حيت هي صافي ولدات. دابا هما الصغار كاينين هنايا، انا غنوريهم لكم. دابا هادو غنهزهم وغنهبطهم للاكواريوم الاخر اللي فيه الصغار فين كيتربوا الصغار فين كيكبروا. بسم الله، بعد ما حيدتها من الاكواريوم انا غادي نحلها، حيت فيها جوج طبقات، طبقه فين كتكون الام وطبقه فين كيهبطوا دوك الوليدات الصغيورين. ها هي حيدت الطبقه الاولانيه حيت هي مشرطه، هي قطعتها، هادي غير صاوبتها، شريت واحد جوج طاسات وصاوبتها، درت وحده فوق وحده. ها هما الوليدات دابا فين كاينين هنايا، هادشي اللي ولدات اليوم. حيت هي بقى صغيرة مش كبيرة بزاف، ملي كتكبر بزاف كتولد بزاف. ها هما سبحان الله العظيم، هما كيتحركوا. بعد ما حيدت هذيك كنشد هذي وكنخويها في الطاسة الأخرى، كنخويها في هذه كلشي ليها باش نرد هذيك الاخرى. كنرد هذه عاوتاني وكندير فيها شي نتوه اخرى حامله باش كتولد فيها عاوتاني. كما تشاهدوا معنا ها هما الوليدات. دابا هادو غادي نهبطهم نخويهم في داك الكواريوم الاخر اللي كنربي فيه الوليدات الصغيورين اللي وريتكم من قبل، من شحال هادي، داك اللي غسلته ونطويته. هذه هي العمليه دابا باش كتحافظ على هاد الصغار، حيت الا بقات معاهم كتولدهم كياكلوهم في البلاصه.